بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سلام الله عليكم احبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناتكم محور حلف 981 فولي 2، حيث سوف نتعرف في هذا الدرس يعني الحصري على طريقة جميلة جدا من خلالها يمكن لك ان تشحن هاتفك باستعمال حاسوبك بسرعة كبيرة جدا بدون الحاجة الى الشاحن. فمعروف عندما نقوم بربط يعني الحاسوب بالهاتف، فهذه العملية بطبيعة الحال يتم فيها امرين اثنين. مثلا الحين ربطت هاتفي بحاسوبي عبر الكيبل USB، فالحين يعني الحاسوب يقوم بوظيفتين: نقل البيانات بين الهاتف ثم الحاسوب، ثم امداد يعني ايضا الطاقة الى الهاتف. لكن يعني عملية الشحن هذه تكون بطيئة للغاية. فاذا ذهبنا الى السيتنج ثم ذهبنا الى يعني البطارية، نبحث عن البطارية في الحاسوب أو الهاتف باتري كما سوف تشاهدون، فيتم الشحن عبر USB. هناك طريقة صراحة يعني سوف تتمكن من خلالها من يعني شحن دائما هاتفك باستعمال حاسوبك يعني سرعة كبيرة جدا كما لو يعني تكون تشحنه بالشاحن، فقط يعني بأخذ يعني الكيبل هذا إذا كان لديك مثلا كيبلان. من المستحب لأنه هذا الكيبل بطبيعة الحال سوف تحتاجه أيضا لنقل يعني البيانات، فتأخذ يعني كيبل آخر ثم تقوم بقطعه. سوف أريكم الطريقة في الأخير. تقوم بقطعه هنا يعني قطع فقط جزء حتى تظهر لك يعني الكيبلات. سوف تجد 4 كيبلات: أحمر ثم أسود، هذان خاصان بالطاقة، ثم سوف تجد أيضا كيبل أخضر ثم أبيض. الكيبل الأخضر والأبيض تقوم بقطعهما ثم تربط يعني الأبيض ثم الأخضر، وهكذا بعد ربط يعني الهاتف بالحاسوب يعني عبر الكيبل سوف يقوم فقط بوظيفة تمديد الطاقة الهاتف الحاسوب، يعني سوف يقوم بتمديد الطاقة للهاتف، وسوف تكون العملية عملية الشحن سريعة. بالنسبة لي أنا شخصيا لا أريد أن أقطع هذا الكيبل، بالتالي سوف أستعمل كيبل آخر. طبعا سوف أستعمل هذا الكيبل الذي نقوم بإدخال داخله يعني USB كما سوف تشاهدون. سوف تأخذ يعني الكيبل ثم تقوم كما ذكرت يعني قبل قليل، سوف تجد بقطع يعني جزء هنا، وسوف تجد في الداخل يعني 4 كيبلات. لاحظوا معي 4 كيبلات، أنا قطعت من قبل يعني الأخضر والأبيض كما سوف تشاهدون. خلي فقط، لا تقطع فقط يعني الكيبل الأسود والأحمر، خليهما يعني بدون ما تقطعهما، ثم قم بقطع الأبيض والأخضر الخاصان بنقل المعلومات. وبعد أن تقطع يعني الأبيض والأخضر كما سوف تشاهدون، سوف تقوم بأخذ يعني الأبيض والأخضر الذي قطعتهما ثم تجمعهما معا كهذه الطريقة. لاحظ معي، سوف نجمع الأبيض والأخضر بهذا الشكل فقط لا غير، بعد قطعهما بطبيعة الحال. بعد جمعهما خلي يعني هذه الأجزاء الأخرى يعني بدون ما تجمعهما، فقط نقوم بعمل اتصال بين الأخضر والأبيض، ونخلي يعني الأسود وال يعني والأحمر على ما هو عليهما. ثم الحين بعد هذه العملية نقوم فقط بشحن هاتفنا، يعني نقوم بربط الحاسوب بالهاتف. طبعا يعني أنا توفر على هذا الجزء، بالتالي سوف أقوم بتركيب كما ذكرت لا أريد قطع يعني الخاص بالشاحن. فإذا كنت توفر على 2 فقم بهذه العملية مباشرة، ولاحظوا معي يعني بعد أن أشحن الهاتف فسوف يتم شحنه بطريقة سريعة جدا. فلا تسمعون أي شيء، لا تسمعون بأنه تم ربط يعني الهاتف بالحاسوب، لا تسمعون ذلك الصوت، لأنه خلاص الحين يقوم الحاسوب بتمديد الطاقة مباشرة إلى الهاتف. ولو ذهبنا إلى السيتنج الحين وذهبنا إلى البطارية باتري كما سوف تشاهدون في الأسفل، أين هي باتري، لاحظوا معي بأنه لا يتم شحنه بواسطة USB كما تشاهدون أحبابي في الله. بهذه الطريقة سوف يعني تشحن هاتفك يعني سرعة كبيرة جدا بالحاسوب أحبابي في الله. فأتمنى أن الدرس قد أفادكم، هذه الفكرة رائعة جدا، قم بتطبيقها أو قم يعني بتجربتها من دون دائما استعمال الشاحن لشحن الهاتف، خصوصا إذا كنت تستعمل كثيرا الهاتف بالقرب من الحاسوب. فقط
قم بهذه العملية وسوف تشحن هاتفك بسرعة. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، لأنها فكرة رائعة جدا. وأيضا زيارتنا دائما على مدونتنا www.5.com اللي على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1984. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات، والضغط على اللايك لهذا الفيديو لتشجيعنا. في أمان الله.